السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. النهاردة هنعمل فطار كده مع بعض، رنجة وحاجات حرشة كده. نفسي طالعة من رمضان، وكان ناس عندنا وهنا يعني كان عندنا اللي صايم من 6 أيام البيض، فيعني 36 يوم بيبقوا النفس غامة كده، عاوزة حاجة حرشة. فهنعمل فطار يعني رنجة كده، طبعا طول الشهر طبيخ ولحمة ومش عارفة ايه حاجات كده، الواحد عاوز يعني حاجة يكسر الروتين بتاع الطبيخ والحاجات ده بتاع، لاننا طالعين من رمضان. فشوفوا معايا كده هنعمل مع بعض ايه للفطار. انا جايبه رنجه اهوت، هسخنها على البوتاجاز اهوت. انا ولعت البوتاجاز اهوت هسخنها، لان الرنجه ديت بتبقى عاوزه، انا بعملها على نار مباشره. في ناس يعني يحطوها في طاسات وكده، بس انا ببقى يعني زياده ان انا اكتر الميكروبات اللي فيها، لان الرنجه دي الواحد برضو بيخاف منها، لولا ان الواحد طالع من رمضان يعني الواحد ما بيجيبهاش على طول. اهو انا عملت اول واحده اهوت، هعمل التانيه اهوت، باخد واحده واحده بعملها على النار كده. الريحه طالعه، وطي شويه. هي كل واحد يعني هياخد له واحده. انا عملتهم 4 اهوت. شوف القشور اللي فيها انسلخت ازاي، يعني عاملاها حاجه ممتازه اهي، وريحتها ما شاء الله حاجه كده فاتحه للشهيه. مطلعه بصل اهوت علشان هعمله مع الرنجه. انا حطيت اهوت الرنجه، هما كانوا 4، خدت واحده اديتها لحماتي، ودول 3 لنا همت. وحطيت ماء في الكتل اهوت عشان هعمل شاي، لان طبعا الرنجه ديت عاوزه حبس، يعني الشاي لازم يكون جاهز. هو بسلام بياخد البطاريخ منهم، بيبقى عاوز يعني ياخدهم ياكلهم، بعدين بيحب البطاريخ يطلعها من الرنجه. وادي البصل انا عملته اهوت، هحط عليه شويه خل. الخل مفيد مع الرنجه ديت. وهو الاستاذ محمد اهوت ابو سلام عمل البطاريخ، هيطلعها كلها من الرنجه اهيت. هيعني هو بيحبها، يعني هي هيبقى يشويها ولا من عارفه يقليها، المهم يعني هو طلعها. ابو سلام اهوت هيصب الميه اللي بتغلى اهيت اللي في الكاتل في الترمس. وحطيت برضو جبنه حاجه اهيت، ودي طرنشات حطها الكنتالوب اهيت، حاجات كلها فاتحه للشهيه كده. ابو سلام خد اهوت الشاي معاه والسكر. واسلام هو طالع بالصينيه اهوت، هناكله على السطوح. ابو سلام برضو طالع اهوت، حطيت على السطوح اهوت اكله ولا في باريس، والشاي جنبينا اهوت. نشوف المناظر هنا، دي الارض ديت الناس بيخلوها يعني كده، الناس بيخلوها على اساس ان هي تتخلي للمشتل اللي هناك ده عشان يزرعوا فيها الرز. ما شاء الله شايف الابقار ديت، منظرها جميل ولا الريف الاوروبي. وفي هنا ارض محروته هناك اهيت برضو، ديت خلاص كده ايه هينزل عليها ميه وهتمشيتي الرز. وهناك ادي اكبر لكم الصوره اهو، وادي هنا بنجر اهوت مخلوع اهوت متخلع سبيله للتحميق. وادي الارض بتاعته والمشتل بتاعه اهوت. وهنا برضو ارض هنا
مطفيه، هي مطفيه يعني نزل عليها ميه، دي خلاص في سبيلها للشتاء هتنشتي. وطبعا ديت الاراضي في محافظه كفر الشيخ اللي هيشتي واللي لسه بينزل ميه واللي حارق واللي مطلع البنجار واللي ده لب اللي هناك ده لب ده على برضه على على دوره كده. اه ودي اللي هناك دي ترجيدة اللي هناك دي. وديت مشتل يعني اللي احنا بنقول عليها ترجيدة. ايوه. فطبعا ما بين ارض محروتة وما بين ارض نزل عليها مية وما بين ناس شتلت وناس تانية هتشتل، ده كله طبعا في نطاق محافظة كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ ارض يعني قريبة من البحر. اللي هي بحيرة البرولس يعني. بحيرة البرولس والبحر، وزراعة الارز فيها طبعا بتجود لانها بتغسل الاملاح. بحيرة البرولس في الناحية دي كده. ده هناك كده بحر كده. ناحية كده يعني بيننا وبينها حوالي 7 كيلو. احنا كده الناحية الجنوبية كده. في الناحية الجنوبية طبعا اللي هو تجهيز الفلاحين للزراعة بقى الايه؟ اسمها الزراعة الصيفية. الزراعة الصيفية. الزراعة الصيفية. احنا النهاردة يعني هو نعتبر دخلنا على الصيف برضه اهو. في أول ستة كده. والجزورين اهو الشجر. وده طبعا بداية بقى الايه؟ الزراعات الصيفية يعني بادية من حوالي أسبوعين. ما شاء الله. وفي اللي بادئ من 3 أسابيع وبيستمر لغاية كمان حوالي 3 أسابيع برضه ما بين إخلاء الأرض وزراعة من الشتاء. وطبعا اكثر الزراعات هنا زراعه الارز. الارز عشان الارض مالحه. القليل بقى اللي هي زراعات الجافه زي الذره او القطن. القطن بسيط خالص يعني ما عادش زي الاول لان يعني. قلت مساحات القطن تماما. وطبعا اللب، زراعه اللب وزراعه الايه الذره، لان طبعا بيشددوا على ان يقللوا الكمية شوية، ولكن عشان المية يعني. عشان المية، ولكن المية برضه هنقول متوفرة من تدوير المياه. هنلاقي المية في الترعة كتيرة برضه من تدوير المياه. وطبعا ده كله ده دريس الناس برضه حشم ده دريس. اغلب المساحات هنا بقى مساحات ايه؟ مساحات الارز. اي وانت شايف الفراشات اللي بعيدة اللي هناك دي. مكان البنجر ومكان البرسيم. الفراشات دي اللي بتعمل العلامات. والبرسيم اللي هناك ده عامل لنوار اللي هو خلاص البرسيم ده بقى في سبيل ان هو خلاص بقى هيتحش اظن ان يكون مكانه. أيه. الارز برضه بس ده هيكون متاخر شويه. ده كله هيبقى ارز. ده كله هيبقى رز ان شاء الله. كل المساحات دي تلاقي بتاع النحل بيجي على نوار البرسيم ده اللي هو احسن انواع العسل طبعا. ايوه اللي هو بيطلع النحل اللي هو اللي هو عسل البرسيم بيكون من النوار ده. طب من النوار ده وشايف الابقار ما عادش يعني بيربطوها. شوف في الاراضي بس اللي هو الطوال. ايوه طوال تطويل الطوال للبهايم عشان ان هي بتاخد بقى البرسيم من جدره لان خلاص بقى الارض دي هتتخلي عشان زرع ارز. أيوة. وده طبعا المشتل بتاعها اللي احنا بنقول عليه الترجيد. ايوه وفي ناس حرتت هناك هي في اللي حرت وفي اللي لسه هيحرت وفي اللي طبعا يعني مش كله مع بعضه كده. على مسافات متباعده. واظن البنجر ده اللي هو السكر اللي هو هيبقى السكر البنجر يعني. ده اللي بيطلع منه السكر طبعا ده بيروح على المصنع في كفر الشيخ. بيتعالج كيميائيا يعني. طبعا ده معروف الناس عارفه ان هو بيروح بيطلع منه السكر. في اللي جلع البنجر بتاعه وفي اللي لسه ما جلعش وفي اللي ودى وفي اللي لسه يعني برضه على ايه؟ مراكز. على مراحل كده. وفي بنجر على الطريق هناك هو اللي هو على السكه اللي بعيد خالص في سبيل التحميل اللي هو هناك ده اهو. في سبيل تحميل العربيات. في سبيل تحميل اللي هيتحمل على العربيات عشان يروح مصنع السكر في أيه. الحمول في كفر الشيخ. في الحمول. ما احنا هنا يعني تبع المصنع اللي هو تبعنا في كفر الشيخ. يعني هو في الغالب يعني مصنع الحمول في اللي كفر هو الشيخ. الحمول. اللي هو مصنع البنجر. وفي برضه هناك خالص هو تلب برضه اهو. نزرع اللب. في لب كبير وفي لب صغير. وده القرية هي طبعا أرياف هي احنا فوق خالص على السطوح اهو. شوفوا. وده الراوتر اهوت ما عندناش
لو جينا كده برضو في المساحات ديت، المساحات الواسعة ديت، في واحد بيبطر السوبر هناك اهوت، بيحفر هناك خالص السوبر ده للارض يعني عشان بيجوي الارض. هنلاقي برضو المساحات هنا في ارض مشتولة هناك اهيت، ده بعيد خالص وما طبعا مساحات واسعة. دي ارض مشتولة ودي ارض لسه نازل عليها المية، وفي لسه ارض محروتة، وفي اللي لسه فيها بنجر، وفي اللي لسه فيها برسيم. يعني بنقوله على كله ما هوش مع بعضه عشان الناس تدي مساحه لبعضها، عشان برضه الميه وعشان المكان بتاع الري ما يبقاش يتزحم مره واحده كده. أيوة. فكله بيجي بالتدريج. المساحات دي هي كلها. تعالوا يلا كلوا معانا كده، احنا هنفطر اهوت. اهو نزلنا تحت، الدنيا حررت علينا خالص، فوق النهارده حر، حتى اصوات البوابير لسه حوالينا هي اللي بتحرط الاراضي. نزلنا تحت عشان نشرب الشاي، ابو سلام بيعمل لنا اللي هيصب لنا الشاي اهوت. تعالوا اشربوا الشاي معانا. الشاي حلو يعني، شاي كويس، شاي ممتاز اهو. يلا انت اللي عامله الشاي حلوة، الرنجة دي بتبقى عاوزة شاي. يلا تسلم ايديك وعينيك يا ابو سلام، حاجه ممتازه خلاص الشاي. تعالوا يلا اتفضلوا اشربوا الشاي معانا. اتمنى ان احنا نكون استمتعنا بالمشاهده الجميله ديت والفطار الحلو ده، ودمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.